تقرير عن انجازات دار الطب كعلامه من علامات علاج تاخر الانجاب والحاله المجهره. دكتور نتفرج مع الساده اتفضل. المشاهدين ونشوفه. طب لتاخر الانجاب في 10 سنين. في 2007 كانت اول حاله سحب بويضات بالمركز، وكانت بدايه عمليات الحقن المجهري في شهر 4 2007. 2010 وبعد 3 سنين عدد العاملين بالمركز بقى 180، وكانت البدايه 7 بس. التصنيف ثالث اكبر مركز بيقدم خدمات الحقن المجهري في الوطن العربي، وتاني اكبر مركز في عدد الحالات في مصر. عدد دورات العلاج تقريبا 4000 دوره علاج. في 2013 وبعد ما مر 6 سنين وصل عدد العاملين بالمركز ل 300. التصنيف اكبر عدد حالات حقن مجهري في تاريخ الوطن العربي في سنه واحده، وحوالي 7000 دوره علاج، ومتوسط نسبه الحمل 46%. في 2014 كان اكبر عدد من الحالات الحقن المجهري، رقم غير مسبوق في حالات تاخر الانجاب. اكبر عدد دورات علاج للحقن المجهري واطفال الانابيب من بدايه الخدمه في مصر والوطن العربي، حوالي 7000 دوره علاج. ومن 2014 واحنا بنقدم خدمه الحقن المجهري لاكبر عدد من الحالات في الوطن العربي، اللي بتوصل ل 6500 الى 7000 حاله سنويه. في 2016 بدأ نشاط عيادات تأخر الإنجاب في القاهرة والمحافظات، ودلوقتي بمناسبة مرور 10 سنين على أول حالة سحب بويضات في المركز، المركز بيستمر في عرض ال 10,000 جنيه، وفي كمان نظام تقسيط جديد غير بنكي، هو الأول من نوعه في مصر لحالات الحقن المجهري خلال 3 شهور. للحجز والاستعلام برجاء الاتصال على 19/6/13. مع دار الطب، حلمك هيبقى حقيقة. شاهدين